صورت الصلاة لإمامنا إمامنا ومولانا ما شاء الله يا شيخ الله يفتح عليك وياك وسون طيبين. النهاردة صلاة عيد الفطر مبارك من استاد دينامو بوخارست ومعانا هو مواطن عشوائي جدا ماشي مواطن عشوائي جدا ما نعرفوش ولا لنا أي علاقة أول مرة باجي هون. تحب تقول إيه بمناسبة فرحة العيد؟ ست الحباب يا حبيبة نونة ايش بدي احكي كل سنه وانتم طيبين كل سنه وانتم طيبين وان شاء الله نعاد عليكم بالصحه والسلامه. وهذا العيد كان يعني مفاجئ بالنسبه لعدد المصلين. انا اول مره بشوف هذا العدد اول عيد بعد دخول الشنغن والاخبار الساره انه الشنغن بدرسوا قرار جديد بتسهيل الفيز للعرب ما شاء الله. يعني هذا الاشي اليوم انا قرأته الصبح قبل ما اطلع صلاه العيد وان شاء الله تكونوا انتم من ضمن الناس اللي هتسهل لها دخول رومانيا ودخول دول الشنغن ان شاء الله. يا جماعه مواطن تاني اهو تعالى 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 مواطن ما نعرفوش برضو عرفنا بحضرتك وقول كلمه صلاه العيد. السلام عليكم. عليكم السلام كاتب. كيف حالكم حبيبي؟ كل عام وانت بخير. تجي تعرف علينا على الكاميرا؟ مش عارفينه طبعا. اكبر دليل احنا مش عارفينه. ما بيعرفوني طبعا نهائيا. تحب تقولي بمناسبه فرحه العيد؟ والله بقول كل عام انتم بخير وان شاء الله كل الامه العربيه بالف خير وصحه وسلامه ونعاد العيد والأمة العربية متوحدة وتعود فلسطين حرة أبية ويعود السودان إن شاء الله لأمن وأمان وكل الدول العربية إن شاء الله أمن وأمان حبي خلص عيد. رسالة الماجستير وصلت ومعنا الدكتور معنا أيوة عايزين مواطن تاني ما نعرفوش طبعا الدكتور عبدالله احنا برضو ما نعرفوش ما نعرفوش مواطن أول مرة بنشوفه ولسه هنجيب عمرو شمساوي والناس كلها تفضل معانا صوت طيب يلا معاه ميكروفونين ما شاء الله. أنا ممكن أعطيكم نصيحة ذكرت حاجة على فكرة وإن شاء الله العيد الجاي يعود وأنا أتزوجها إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تقولوا يتزوج وكل سنة وأنتم طيبين جميعا. بس في نقطة بسيطة لما تدخلوا لمعتصم تكتب له كيف حالك اكتب له مشكلتك دايركت لانه زلمه بتعصب فوت قلت له كيف حالك عنده مشكله مع كيف حالك خش في الموضوع على طول لانه هذا الشاب الوقت مش ملكه. نخش في الموضوع نخش في الموضوع احسن شيء. ايه رايك في صلاه العيد النهارده في رومانيا؟ والله صلاه العيد النهارده كانت جميله جدا وهاديه بصراحه بعد الشيء يعني سبحان الله صلاه العيد بعد الشنجن هاديه. دي طبعا صدفه بحته ما فيش ناس مشيت ولا اي حاجه بس صدفه بحته والمكان كان ما شاء الله واسع علينا ما شاء الله العدد ما شاء الله عدد كويس وكان يبقى اكتر من كده يعني الحمد لله انه بعد الشنجن لسه عشان في ناس بس حاجزه في التذاكر لسه ما جاش ميعادها فعشان كده يعني. لكن بشكل عام كانت صلاه العيد جميله جدا وهاديه والناس مبسوطين وهي طبعا فرحه العيد. الناس بتحاول تعيش اجواء الفرحه طبعا في المهجر وربنا يعود عليكم جميعا بخير وكل سنه وانتم طيبين. اجواء جميله بصراحه. نحكي يعني اخر رساله اللي هو يا رب ان شاء الله السنه الجاي يكون وضع غزه احسن ان شاء الله ويكون معهم وان شاء الله يكون هذا العيد نهايه الحرب وعيد لكل الامه الاسلاميه تحرر غزه يا رب يا رب. خلينا ندور على مواطن تاني ما نعرفوش. تعال يا مواطن تعال انت تعمل فيها تبع مخابرات تعال. هذا المواطن بتاخر على صلاه الجمعه وبتاخر على صلاه العيد بس عمره ما يتاخر عن صلاه الفجر لانه ما بيصليهاش بس هي المعادله بسيطه يا عم احرجته. عام انتم بخير وكل الامه العربيه بخير وصحه وسلامه ان شاء الله وينعاد علينا العيد والسودان وفلسطين ينعموا بالامن والامان وان شاء الله نرجع العيد الجاي ونلقى سوداننا في امن وامان وفي خير وسلامه وربنا ينصر ان شاء الله المرابطين في فلسطين. كل عام انتم بخير وانتم بخير. شنو تحب تقول للمشاهدين؟ شو مشاهدين اهلا وسهلا فيكم كل عام وانتم بخير الله يكرمك.
وشنو تحب تقول لغزة بمناسبة العيد؟ لغزة بمناسبة العيد. الله يفرج يا رب عنا وعنهم ويجعلنا ويجعلهم مقبولين عنده. اللهم آمين يا رب. آمين يا رب. الله يجزيك الخير. يعطيك العافية. كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة. ربنا يعيد علينا العيد بالخير واليمن والبركات وكل الأمة الإسلامية تعم السلام خاصة السودان يا رب يعلمهم الأمن والأمان والسلام. الله عليك. كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم إن شاء الله كذا على مصر جميعا على اسكندرية والصعيد. وكل ناس وكل سنة وانتم طيبين وعلى معتصم بالأخص حبيب وصاحبي معتصم كل سنة وانتم طيبين وعسل عليكم إن شاء الله كل سنة وانت طيب وانت طيب حبيبي لا بالله وانت بخير مواطن جديد برضو ما نعرفوش ولا أي حاجة تحب تقول لنا يعني هلا والله كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة والله يسعدكم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال حبيبي يا معتصم نشكرك والله يا أستاذ جبوبي اشتراك لايك لو سمحتوا يعني كل سنة كل سنة يقول نفس الكلمة بارك الله فيك كل سنة وانتم طيبين حتى اللي بيعدوا قدام الكاميرا أثناء التصوير إن شاء الله العيد الجاي يكونوا تعلموا إن الموضوع ده ما ينفعش ونشكرهم شكرا جزيلا السلام عليكم السلام ورحمة الله كل عام وانتم بخير صحة والسلامة شنو تحب تقول للمشاهدين بمناسبة العيد والله أحب أقول لهم كل عام وأنتم بخير والسنة الجاية على أمانيكم إن شاء الله والله يا أخي نحن نتمنى للأمة العربية كلها الأمن والأمان ويجعل لنا الفرحة دائما في هذه الغربة نحن يعني يقول لك ليس الغريب غريب الشامي واليمني إن الغريب غريب اللحد والكفني ولكن نحن نشعر بالغربة هنا طالما إنه نحن متجمعين في هذه البلد يعني بنشوف كل الطوائف من العالم الإسلامي والحمد لله يعني ربنا سبحانه وتعالى من علينا بأنه نحن مسلمين ومن علينا بهذا العيد والفرحة يعني سبحان الله عندما أتينا إلى رومانيا نحن بالمناسبة إن حوالي 32 سنة عمكم ناصر من السودان 32 عام موجود في رومانيا عندما أتينا إلى رومانيا سبحان الله كان لا يوجد فيها لا مساجد ولا يعرفون من المسلمين شيئا حتى كلمة السلام عليكم لا يعرفونها فأنتم ونحن يعني دعاة حتى ولو إن كنا في نيتنا أشياء أخرى الله سبحانه وتعالى استعملنا الدعوة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كل عام أنتم بخير وأنت بخير يا أخي شنو تحب تقول للمشاهدين بمناسبة العيد والله كل عام أنتم بخير والصحة والسلامة والقابلة على أمانيكم إن شاء الله وربنا يعني يحل السلام والأمان في السودان وفي فلسطين وفي كل الدول العربية إن شاء الله والسنة الجاية إن شاء الله كل ملمومين في السودان ده كله أمنيتنا يعني نرجع لبيوتنا ولأهلنا هناك إن شاء الله أهم حاجة يا جماعة والله نقول لهم يا أخي كل عام أنتم بخير عيد سعيد وربنا إن شاء الله يطمننا على أهلنا في السودان ونعيد السنة الجاية إن شاء الله نكون في السودان معيدين مجموعين جميعا ونتمنى للأمة الإسلامية والعربية وكل المسلمين حول العالم عيد سعيد وكل عام أنتم بخير وربنا يكتب الصحة والسلامة ويطمننا على أهلنا وأهلا بكم في بوخارست وبس كده كل سنة طيبين وخلصت صلاة العيد وكل سنة طيبين إن شاء الله نلتقي في عيد الأضحى وسنة سعيدة على الجميع وربنا يجعل كل أيامكم فرحة والسلام عليكم بنشكر طبعا كل الناس اللي شاركت في تصوير هذا الفيديو إبراهيم ومجتبى وكل الناس ما عدا الدكتور صالح عشان ما صورش معانا معلش دكتور صالح أنت ما صورتش معلش دكتور صالح أنت ما صورتش كل سنة وأنتم طيبين